السلام عليكم. النهارده 30/9، دول الفدانين بتوع الريست. خلاص احنا مش هنعرف نصور من جواهم لان دول 3 متر طالعين فوق السور عشان نعرف نصورهم. هنزل بقى، ربنا يستر ما اتكعورش وانا نازل، وندخل نراجع ونشوف الدنيا فيها ايه. زرعت يوم 30/5، النهارده 30/9، 4 اشهر 3 متر. بس دي فيها كل المميزات، ما فيهاش اي عوائق من ارض، من رمل، من منع هواء. فمنظومه بولونيا عربي بالكامل اتعملت فيها، ادت نتائج مذهله زي ما انتم شايفين. ربنا يبارك لاصحابها. مع السلامه.